مجال ألعاب الفيديو جداً ضخم. مجال ألعاب الفيديو لوحدة أكبر من مجال الأفلام، الأغاني، الأنمي وكرة القدم مجتمعين، وعدد اللاعبين أو الجيمرز في العالم فوق 3 مليار، تقريباً نصف سكان الكرة الأرضية. وبالنسبة لمعظم الناس ألعاب الفيديو شيء ترفيهي ومسلي، وهذا الشيء صحيح، بس لو بحثت في تاريخ وخفايا مجال الألعاب راح تلاقي فيه عدة أسرار غريبة بعمركم ما سمعتوا عنها. وهذا موضوع فيديو اليوم، راح نتكلم عن 10 حقائق أو أسرار غريبة عن ألعاب الفيديو، وصدقوني معلومات راح تفاجئكم. خلونا نبدأ. قبل لا نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كانت على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو حسام معتز، ألف مبروك. والجيفوي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية لعبة Summoner's War Sky Arena، واللي هي لعبة موجودة على الموبايلات وعلى البي سي ومجانية بالكامل وجدا ممتعة. اللعبة نازلة من 10 سنوات وعدد تحميلاتها تجاوز 200 مليون تحميل، فعندها جمهور جدا كبير عالميا وعربيا. طبعا اللعبة استراتيجية وتحتاج ذكاء وتكتيك منك، لأن في اللعبة لازم تبني فريق من 4 وحوش وعندك آلاف الوحوش اللي تقدر تختار منهم، وكل وحش منهم عنده قدراته وقوته الخاصة وتقدر تطورهم. واللعبة فيها نظامين لعب، نظام PvE اللي راح تلعب ضد وحوش ضخمة لازم تتغلب عليها، وفي مهمات فيها أبراج لازم تدمرها، وفي ريد ومهمات ثانية كثير، وفي نظام لعب PvP اللي راح تلعب فيه ضد لاعبين أونلاين من جميع أنحاء العالم. فحمل لعبة Summoner's War Sky Arena الآن من الرابط اللي موجود بالوصف، واستعملوا هذا الكود عشان تاخدوا هدايا حصرية في اللعبة. ويلا خلنا نرجع على الفيديو. طيب خلنا نبدأ الفيديو في المرتبة 10 من حقائق أو أسرار غريبة عن الألعاب، مع معلومة إن كيف الجيش الأمريكي يستعمل ألعاب الفيديو عشان يحسن سمعته وعشان يشجع الأمريكان يدخلوا في الجيش وعشان يشوه صورة العرب والمسلمين. أظن ما حد منكم مستغرب، عدة ألعاب فيديو طلع لك العرب كإرهابيين، وبالذات الألعاب القديمة اللي نزلت بين عام 2000 إلى عام 2010. بس الشيء اللي ما تعرفوه إن الجيش الأمريكي كان له دور بهذا الشيء، كان يأثر على شركات الألعاب عشان يخلوا قصص ألعابهم في دول عربية. والسبب إنه بين عام 2000 إلى 2010 كان الجيش الأمريكي داخل في حربين في أفغانستان وفي العراق، دولة عربية ودولة مسلمة، وكان وده يشجع الشباب والمراهقين بهذاك الوقت إنه ينضم للجيش لأنه ودهم جنود أكثر. فلما الألعاب تكون قصصها في دول عربية هذا رح يشجع المراهقين والشباب إنهم يدخلوا على الجيش، بما إن الحروب بهذاك الوقت كانت في هذه الدول. وأصلا الجيش الأمريكي نفسه سوى لعبة شوتر عام 2002 اسمها أمريكا أرمي، وهذه اللعبة تم تمويلها رسميا من الحكومة الأمريكية، والهدف كله منها إنهم يدربوا الناس على الجيش ويخلوهم يحبوا ينضموا للجيش بالحقيقة. واللعبة كانت مجانية بالكامل ومتوفرة للجميع عشان توصل لأكبر عدد ممكن. وأعطيكم مثال يوضح على تأثير الجيش على الألعاب. في عام 2012 نزلت لعبة شوتر باسم Medal of Honor من شركة EA، وفي طور الأونلاين في اللعبة كان فينك تختار أي فريق ودك تلعب فيه، في الفريق الأمريكي، الروسي، البريطاني، وأحد الفرق كان مجموعة طالبان بأفغانستان. فلما نزلت اللعبة الجيش الأمريكي جدا عصب وتواصل مع شركة EA إنه كيف تخلوا اللاعبين يلعبوا بمجموعة طالبان الإرهابية وما بصير هالشي. وفعلا شركة EA خضعت وغيرت اسم الفريق من طالبان إلى Oppressing Force أو الفريق العدو. طيب هالكلام كله من زمان بين عام 2000 إلى 2010، هل لسه الجيش يسوي هالشي شيء الآن؟ إيه، مسوين رعاية لعدة بطولات جيمينج نفس Call of Duty، Apex Legends، Counter Strike، Fortnite وعدة ألعاب ثانية، وعندهم فريق إيسبورت مشارك بالرياضات الإلكترونية، وعندهم قناة على تويتش خاصة لجنود يلعبوا ألعاب. كل هذه الأشياء عشان يأثروا على الجيمرز ويشجعوهم يدخلوا في الجيش. في المرتبة 9 عنا أكثر حقيقة أو سر مخفي في مجال ألعاب الفيديو. لما تسمع كلمة ألعاب أو فيديو جيمز، أي أول
أول دولة تجي في بالك؟ أظن كلكم راح يجاوب أمريكا. أقوى شركات الألعاب العالمية كلها من أمريكا، أكتيفيجن اللي عندهم كول أوف ديوتي، إيبك جيمز اللي عندهم فورتنايت، إي إيه اللي عندهم فيفا أو إف سي، وشركات ثانية كثير كلها أمريكية. بس اللي راح يفاجئكم إنه لا، الجواب مو أمريكا. أمريكا ما تعتبر أول دولة تمتلك ألعاب وتتحكم فيها في العالم، بل الدولة هي الصين. إي الصين هي أكبر مالك لألعاب الفيديو بالعالم، وبالتحديد شركة واحدة في الصين اسمها تينسنت، وتقريبا جميع شركات الألعاب الأمريكية الضخمة تتحكم فيها شركة تينسنت من الصين. على سبيل المثال شركة رايوت جيمز اللي عندها لعبة ليج اوف ليجند وفالورنت، شركة أمريكية مملوكة بالكامل من تينسنت الصينية. شركة إيبك جيمز اللي عندها فورتنايت 40% من الشركة ملك شركة تينسنت. شركة سوبر سيل اللي عندها كلاش اوف كلانز وألعاب ثانية 80% مملوكة من تينسنت. شركة أكتيفيجن اللي عندها كول اوف ديوتي جزء من حصصها ملك تينسنت الصينية. وتقريبا جميع شركات الألعاب نفس القصة. والشيء المريب انه هذا الشيء بيصير بالخفاء، يعني لما تفتح اي لعبة من هالألعاب ما راح يطلع لك شعار شركة تينسنت، لا كله بيصير تحت الطاولة. والشيء المريب اكثر انه شركة تينسنت مملوكة من الحكومة الصينية، مو شركة خاصة بالصين. وتدري مين قاعد يحاول ينافس الصين حاليا بامتلاكها وتحكمها في ألعاب الفيديو؟ المملكة العربية السعودية. في السنوات الأخيرة السعودية بدأت بشراء حصص في عدة شركات ألعاب كبيرة، منها أكتيفيجن، إي إي، نينتندو، وشركة تيك تو اللي عندهم لعبة جي تي إيه. فقريبا المنافسة راح تصير بين الصين والسعودية عن مين يتحكم في ألعاب الفيديو في العالم. في المرتبة الثامنة في سر أو حقيقة مخفية على عدد كبير من اللاعبين للأسف، واللي هي المقامرة في الألعاب. في كثير ألعاب مشهورة فيها مقامرة، وفي كثير لاعبين مسلمين بيقامروا فيها بدون لا يعرفوا للأسف. طيب خلنا أولا نشرح إيش هي المقامرة بالضبط. المقامرة هي إنك تدفع فلوس على احتمال إنك تفوز، يعني تدفع فلوس وفي احتمال إنك تربح من وراء هذه الفلوس، وفي احتمال إنك تخسر، يعني الموضوع كله راجع على الحظ. طيب وين المقامرة في الألعاب؟ حرفيا أي باكيجات في أي لعبة تعتبر مقامرة، وأشهر مثال هي لعبة فيفا أو إف سي، لما تدفع فلوس حقيقية عشان تشتري كوينز وبعدين تشتري فيها باكات أو باكيجات في لعبة فيفا وتفتحها على أمل يطلع لك لاعب قوي كريستيانو ولا ميسي، هذه مقامرة. قاعد تدفع فلوس على شيء مجهول على أمل يطلع لك اللاعب القوي. ومو بس فيفا، في عدة أمثلة من ألعاب ثانية كثير، نفس أوفر ووتش، كلاش أوف كلانز، كاونتر سترايك، وألعاب ثانية كثير. وللتوضيح مو قاعد أقول إنك لو دفعت فلوس في الألعاب يعتبر مقامرة، لا، لو اشتريت سلاح أو سكن في لعبة ما يعتبر مقامرة، اشتريت شيء واضح. بس لما تشتري صندوق عشوائي وممكن يعطيك هذا السلاح أو هذا السكن، هذه مقامرة. واللي يقول إني قاعد أبالغ في الموضوع فلا، دولة بلجيكا حظرت الباكيجات في جميع ألعاب الفيديو لأنه قالت هذه مقامرة وقاعدة تتسوق للأطفال. يعني لو اشتريت لعبة فيفا أو إف سي في بلجيكا ما فينك تدفع فلوس عشان تشتري باكيج جات فيها. وللتذكير المقامرة تعتبر من كبائر الذنوب في الإسلام. في المرتبة السابعة عدد كبير منا من اللاعبين يشتري ألعاب وما يلعبها، تشوف إعلان للعبة تتحمس عليها وتشتريها بس بعدين ما تفضى تلعبها، أو تلاقي فيه تخفيضات أو عروض على ألعاب وتشتريها عشان تلحق الخصم بس بعدين تسحب عليها وما تلعبها، وفي أسباب ثانية كثير. طيب قاعد أقول هالكلام لأن منصة ستيم اللي تعتبر أكبر متجر ألعاب في الكمبيوتر أو البي سي أعلنت عن كمية الفلوس اللي تم دفعها من اللاعبين على ألعاب في منصتها ولم يتم لعبها أبدا، يعني ناس اشتروا ألعاب وما لعبوها أبدا. وكم تتوقعوا قيمة المبلغ؟ مليون دولار؟ 10 مليون؟ 100 مليون؟ مليار؟ لا، بل قيمة المبلغ كانت 20 مليار دولار. 20 مليار دولار تم صرفها من اللاعبين على ألعاب ما لعبوها أبدا. وخذ المفاجأة، أحد المواقع سوى بحث عشان يشوف المبلغ اللي دفع على ألعاب البلاي ستيشن اللي لم يتم لعبها، والمبلغ كان فوق 40 مليار دولار. يا جماعة أنتم متخيلين هذه المبالغ؟ هذه المبالغ أعلى من الناتج المحلي لعدة دول في العالم، وعم يتم صرفها على ألعاب فيديو ما عم تنلعب أصلا. هذه المعلومة صدمتني صراحة، ورجاء لا أحد يشتري لعبة قبل لا يتأكد إنه من جد رح يلعبها.
في المرتبة السادسة ألعاب الفيديو كلف كثير فلوس عشان يتم إنتاجها. لعبة GTA 5 كلفت فوق ال 250 مليون دولار عشان يتم إنتاجها. لعبة Red Dead Redemption 2 كلفت فوق ال 300 مليون دولار، ولعبة Cyberpunk كلفت فوق ال 400 مليون دولار. بس هذه كلها ألعاب قوية وناجحة وكلنا سمعنا عنها، وألعاب تم إنتاجها من شركات ضخمة. بس هل تدري إيش هي أغلى لعبة تم تطويرها في العالم؟ لعبة راح تفاجئكم 99% منكم ما سمع عنها. اسم اللعبة Star Citizen، وتكلفة إنتاجها 750 مليون دولار، أي 3 أضعاف سعر تكلفة GTA 5. وهذه اللعبة إلى الآن ما نزلت بشكل الكامل، تم الإعلان عنها في عام 2012 ونزلت من كم سنة كنسخة ألفا، نسخة تجريبية، لسه النسخة الكاملة ما نزلت. والشيء المجنون إنه هذه اللعبة ما في وراها شركة كبيرة نفس الألعاب اللي ذكرتها، لا، منتجين هذه اللعبة شركة صغيرة ما عندهم أي فلوس، بس عرضوا فكرة لعبتهم على الناس في عام 2012. وفكرة اللعبة حرب بالفضاء والمجرات، وتقدر تتنقل بين عدة كواكب ونجوم مع أصحابك أونلاين. وبعد ما عرضوا الفكرة طلبوا من اللاعبين إنهم يتبرعوا فلوس للشركة عشان يسووا اللعبة، وفعلا اللاعبين تحمسوا وتبرعوا بمبلغ قيمته 750 مليون دولار إلى الآن، ولسه المبلغ قاعد يزيد لأن اللعبة ما انتهت بشكل الكامل. بعض الناس عم يقولوا إنه هذه عملية نصب، صار لهم فوق ال 12 سنة وعندهم كل هذه الفلوس وإلى الآن اللعبة ما جهزت. إيش رأيكم أنتوا؟ شاركونا في التعليقات. في المرتبة الخامسة، هل تدري إن مجال ألعاب الفيديو كان رح ينقرض؟ ألعاب الفيديو يلي كلنا نحبها ونستمتع فيها كانت ما رح تكون موجودة الآن، وهذا بسبب عدة أشياء صارت في الثمانينات في بداية عام 1980. في هذاك الوقت ألعاب الفيديو كانت لسه في بداياتها، وكان أشهر جهاز ألعاب بهذاك الوقت هو جهاز الأتاري. فبسبب قوة ونجاح الجهاز عدة شركات منافسة صارت تسوي أجهزة ألعاب خاصة فيها وتنشرها في السوق، وكانت الشركات تسوي ألعاب سيئة وبجودة تعبانة، كل همهم ينزلوا أكبر عدد من الألعاب عشان يحققوا أكبر عدد من الأرباح. فالناس كانت مخيبة أمالهم من ألعاب الفيديو وشايفينها غير ممتعة، بس كان عندهم أمل واحد اللي هو جهاز الأتاري، كان أنجح واحد ومعظم ألعابه ممتعة. بس في عام 1982 صارت مصيبة للجهاز الأتاري، ووقتها كان نازل فيلم جدا مشهور بهذاك الوقت اسمه ET. فشركة أتاري كان ودها تسوي لعبة باسم الفيلم بأسرع وقت، وما كان عندهم غير 12 أسبوع قبل نزول الفيلم. فسووا لعبة ET بشكل مستعجل ونزلوها، والناس تحمسوا عليها بشكل جدا كبير بعد مشاهدتهم للفيلم. بس اللعبة كانت جد سيئة، من كثر ما هي سيئة ما حد اشتراها، وشركة اضطرت تسحب جميع نسخ اللعبة من المحلات بعد أيام من نزولها، وما عرفوا كيف يتخلصوا من النسخ لأنه ما حد يبيها حتى لو ببلاش، فراحوا دفنوها بالصحراء. وبسبب هذا الشيء الشركة خسرت أموال كثير وكانت على وشك أعلن إفلاسها، والناس بطل عندهم ثقة في ألعاب الفيديو بعد الفشل الزريع هذا. ومبيعات ألعاب الفيديو بهذاك الوقت قلت بنسبة 97%، حرفيا بطل حد يشتري ألعاب ولا يهتم فيها. وكان المحللين وقتها بيقولوا خلاص انتهى عصر ألعاب الفيديو وما حد مهتم فيها. بس بعام 1985 اجت شركة نينتندو ونزلت جهازهم ونزلوا لعبة سوبر ماريو، واللي نجحت بشكل جدا كبير، وهم كانوا السبب انهم خلوا الناس يرجعوا يثقوا في ألعاب الفيديو، وبسببهم استمر تطوير الألعاب إلى يومنا الحالي. في المرتبة الرابعة، حاليا في سوق الألعاب عنا 3 أجهزة ألعاب منزلية، البلاي ستيشن، الاكس بوكس، وجهاز النينتندو سويتش. وطبعا في أجهزة ألعاب ثانية نفس الموبايل أو الكمبيوتر، بس قاعد أتكلم عن أجهزة ألعاب منزلية. البلاي ستيشن والاكس بوكس والنينتندو غازين سوق الألعاب، كل جهاز عنده ألعابه وخصائصه الخاصة فيه. بس هل تدري إنك كان رح يكون الوضع مختلف جدا؟ ما كان المفروض يكون عنا 3 أجهزة ألعاب، لا، بل فقط جهازين، جهاز الاكس بوكس والجهاز الثاني كان نينتندو بلاي ستيشن. شركة نينتندو وسوني كانوا شغالين مع بعض على جهاز ألعاب اسمه نينتندو بلاي ستيشن. بعد النجاح الكبير لشركة نينتندو
مع جهازهم الـ NES اللي أنقذ صناعة ألعاب الفيديو نفس ما شرحنا في المرتبة السابقة، قررت أنها تعمل تعاون مع سوني في بداية التسعينات عام 1990 عشان يسووا جهاز ألعاب واحد. وسبب الشراكة أن سوني كانت جدا متطورة في تقنية السيديهات بهذاك الوقت، وكان توجه الألعاب رح يتنقل من الشرائط إلى السيديهات، فكان جهاز نينتندو بلاي ستيشن رح يكون من صناعة سوني باستعمال السيديهات وبدعم نينتندو من ناحية الألعاب، لأنه وقتها نينتندو عندها أقوى الألعاب نفس سوبر ماريو وذا ليجند أوف زيلدا. وفعلا سوني خلصت من إنتاج الجهاز وأعلنت عنه في إيفنت جيمينج اسمه CES عام 1991، بس بعدها بيوم نينتندو قررت تنسحب من المشروع وتلغيه وتروح مع شركة فيليبس، تخلت عن سوني بالكامل. وكان السبب خايفين من أن سوني تسيطر عليهم وتحتكرهم بما أنه الجهاز من صناعتها. سوني انصدمت من هذه الخيانة وما كانت متوقعتها أبدا، فقررت تروح عن شركة سيجا جهاز ألعاب مشهور بهذاك الوقت وتقترح عليهم يعملوا تعاون مع بعض، بس سيجا رفضت يتعاونوا مع سوني. سوني حست نفسها وحيدة، كل شركات الألعاب مراضين يشتغلوا معاها، وقررت تسوي الجهاز بنفسها بالكامل. وفعلا بعد سنتين عام 1994 سوت جهاز لبلاي ستيشن 1 ونجح نجاح كبير وتفوق على جميع أجهزة الألعاب الثانية، وإلى يومنا الحالي سوني هي في الصدارة مع البلاي ستيشن. تخيلوا بس لو نينتندو ما خانت سوني كان عندنا الآن جهاز ألعاب نينتندو بلاي ستيشن. في المرتبة الثالثة، الغش في الألعاب شيء سيء وكلنا نكرهه، وسويت عدة فيديوهات على اليوتيوب عن لاعبين انفضحوا يغشوا في الألعاب. بس تدري مين أكثر حد في العالم يكره الغش في الألعاب؟ الجواب دولة كوريا الجنوبية. في كوريا عندهم ألعاب الفيديو ومجال الإي سبورت واحتراف الألعاب شيء جدا مهم وياخذوه على محمل الجد، لدرجة إن في تخصص في الجامعة تدرسه 5 سنوات عشان تحترف في ألعاب الفيديو، وعندهم بطولات الألعاب أو الإي سبورت تنعرض على التلفزيون والناس يشوفوها كأنها مباراة كرة قدم. وفي كوريا إذا تبي تسوي حساب عشان تلعب أي لعبة أونلاين لازم تحط رقمك الوطني أو رقم هويتك عشان تقدر تلعب. فبسبب اهتمام كوريا الكبير في الألعاب وبطولات الألعاب عندهم عقوبات جدا صارمة بتوصل إلى السجن للي يغش في الألعاب. في آخر 10 سنوات فوق 15 شخص انسجن في كوريا لأن المسك يغش في الألعاب. مثلا في عام 2015 في لاعب اسمه لي وونغ كان مشارك في بطولة للعبة ستار كرافت، ولي كان متفق مع خصمه أنه يخسر نفسه قصدا مقابل أنه خصمه يدفع له فلوس، وفعلا سوى هالشي. بس بعدين انفضح الأمر وتم حظر لي من أنه يشارك في أي بطولات ألعاب وتغريمه $70,000 وسجنه 3 سنوات. وفي عام 2017 كان في شخص في كوريا قاعد يصنع هاك للعبة أوفر ووتش ويبيعها للناس. مكتب أمن الدولة هناك صار يسوي تحقيق وعرفوا يمسكوا هذا الشخص وتم سجنه 3 سنوات. وفي عام 2019 كان في فريق مشارك في بطولة للعبة ليج أوف ليجند ومسكوهم يغشوا ويستعملوا برامج هاكر وتم الحكم بالسجن عليهم جميعا. فإذا أي حد قرر يسافر كوريا يوما ما تأكد أنك ما تغش أبدا في الألعاب هناك. في المرتبة الثانية، مجال صناعة ألعاب الفيديو ضخم، بس هل عمرك سألت نفسك قديش ضخم؟ يعني كم حجم مجال صناعة ألعاب الفيديو بالذات لو نقارنه مع مجالات ترفيه ثانية نفس أفلام هوليوود؟ أكيد أفلام هوليوود أكبر من الألعاب وبتحقق أرباح أكثر منها، لأن الأفلام الجميع بيشوفها، بينما ألعاب الفيديو فقط موجهة لناس معينين، صح؟ الجواب لا، مجال صناعة ألعاب الفيديو أكبر من مجال الأفلام والمسلسلات والأغاني والأنمي وكرة القدم مجتمعين. يعني لو جمعت الأرباح والفلوس اللي طلعت من جميع هذه المجالات وجمعتهم رح يطلعوا أقل من الأرباح اللي تطلع من وراء ألعاب الفيديو. شيء جدا مجنون كيف ألعاب الفيديو مجال جدا ضخم، والمؤسف إن عدد كبير من الناس مو مستوعب هالشيء وبس يشوفك تلعب يقلك قاعد تضيع وقتك وما في فائدة ومن هالكلام. قل لا، الألعاب هي أكبر مجال ترفيهي موجود في العالم حاليا، وأي واحد يقدر يحول هذا الشيء إلى عمل، سواء يحترف في الألعاب، يصنع محتوى عن الألعاب، أو يشتغل في شركات ألعاب بشكل مباشر. في المرتبة الأولى عنا أكثر حقيقة أو سر مخفي عن اللاعبين، واللي هو ألعاب الفيديو المجانية بتحقق
أرباح أو فلوس أكثر بأضعاف من ألعاب الفيديو المدفوعة. بس كيف كذا؟ كيف لعبة فيديو مجانية تحقق فلوس أكثر من لعبة فيديو سعرها $80؟ في عدة أسباب لهذا الشيء. أولاً، كل الألعاب المجانية فيها مشتريات في داخل اللعبة، وعدد لاعبين هالألعاب جداً كبير. لعبة نفس فورتنايت عدد لاعبينها وصل 650 مليون لاعب، فلو نصف هاللاعبين أو 10% منهم اشتروا أشياء في اللعبة راح يحققوا أرباح ضخمة للشركة. وفي ألعاب مجانية تستعمل حركة وسخة اسمها Gacha Games، واللي هي لعبة بتبين إنها مجانية في البداية وبتخليك تأدمن عليها وتحبها، بعدين بتقلك لازم تدفع فلوس عشان تطور من نفسك، نفس لعبة Genshin Impact أو Clash of Clans، وفي ألعاب ثانية كثير. ممكن تقول لنفسك الآن أنا بعمري ما دفعت فلوس على ألعاب مجانية، وصح معظم اللاعبين ما يدفعوا، بس شركات الألعاب يعتمدوا على فئة صغيرة من اللاعبين بسموهم الويلز أو الحيتان، وهذول الفئة الصغيرة يدفعوا مبالغ كبيرة على الألعاب ويحققوا أرباح ضخمة للشركة. خلنا نقارن بين لعبة مجانية ولعبة مدفوعة. مثلا لعبة فورتنايت مجانية ولعبة سايبر بانك مدفوعة، أرباح فورتنايت تجاوزت 13 مليار دولار بينما لعبة سايبر بانك نص مليار دولار فقط. مثال ثاني، لعبة Genshin Impact وRed Dead Redemption 2، Genshin Impact أرباحها تجاوزت 6 مليار دولار بينما لعبة Red Dead Redemption 2 مليارين دولار فقط. فمرة ثانية بس تشوف لعبة مجانية لا تنخدع، اللعبة قاعدة تطلع فلوس أضعاف الألعاب المدفوعة. وبكذا يا شباب منكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. على النهاية لا تنسوا تشاركوا في الجيفوي، الشروط جدا بسيطة، وإذا عجبكم الفيديو أتمنى تدعموه بزر اللايك، شاركونا في التعليقات إيش أكثر معلومة فاجأتك في الفيديو. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.